هل الحلبة تسقط الجنين؟ وما هي المشروبات التي تضر الحمل؟ فهناك العديد من المشروبات المتداولة بين النساء الحوامل، ولكن بعض تلك المشروبات قد تكون مهمة لصحة الحامل وجنينها، والبعض الآخر قد يتسبب في مشاكل صحية تؤثر على الأم وصحة الحمل. لكن هل الحلبة تسقط الجنين أم لا؟ هذا ما سنتناوله بالشرح والتفصيل. تعتبر الحلبة هي نوع من أنواع النباتات العشبية وتستخدم كمشروب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية، والتي يقبل عليها الكثير من الناس نظرا لمذاقها المميز ولفوائدها العديدة، فهي تعتبر من الأعشاب المستخدمة في الطب الشعبي أو الطب البديل، وتستخدم أيضا في الكثير من المنازل كنوع من أنواع التوابل الشعبية، لكن نظرا لكثرة تداولها في مجتمعنا فترود بعض النساء الحوامل علامة استفهام حول هل الحلبة تسقط الجنين. تعتبر الحلبة من المشروبات الغير آمنة على المرأة الحامل، خاصة في الشهور الأولى للحمل، ولكنها تستخدم في نهاية الحمل لتسهيل عملية الولادة، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل شربها لمعرفة هل الحلبة تسقط الجنين أم لا تبعا لحالة المرأة ووقت تناول هذا المشروب، وذلك لأن كمية وميعاد شربها يختلف من حالة لأخرى. في حالة تناولها من تلقاء نفسك، فنحذرك سيدتي لمضاعفتها، فقد تتسبب لبعض الحالات في نزيف حاد وفقد الجنين حتى وإن كان تناولها في الشهور الأخيرة من الحمل، فكما ذكرنا سابقا كل حالة تختلف عن الأخرى، وليس من الضروري ما وصفه الطبيب لصديقتك الحامل يتناسب مع حالتك. خطورة الحلبة على الحامل، كما ذكرنا سابقا في إجابة على سؤال هل الحلبة تؤذي الجنين، فقد تكون للحلبة خطورة على الحامل وجنينها، لذلك نستعرض بعض المخاطر التي قد تسببها الحلبة للحامل. الإصابة بالنزيف. تحتوي الحلبة على مادة الكومارين، وهي مادة تساعد على سيولة الدم أو ما يسمى بتمييع الدم، لذلك قد تتسبب كثرة الإفراط في شرب مشروب الحلبة في النزيف. مشاكل بالمعدة. كثرة تناول مشروب الحلبة تسبب تهيج في المعدة واضطراب الأمعاء، وبالتالي الإصابة بالإسهال، وتمثل تلك الأعراض خطورة شديدة على المرأة الحامل. تقلصات الرحم. من الأعراض الأكثر شيوعا للحلبة تقلصات الرحم، فتعتبر الحلبة من المنبهات القوية والمحفزة لعضلات الرحم، وبالتالي ينتج عن هذا التنبيه تقلصات قوية، فينصح الأطباء بشرب الحلبة في فترة ما بعد الولادة لما لها من فاعلية في قبض عضلات الرحم، فتساعده علي التخلص من بقايا الحمل، وأيضا تساعد على رجوعه لمكانه وحجمه الطبيعي بعد الولادة، لذلك يجب الحظر في تناول الحلبة، حيث إنها قد تؤدي إلى التعرض للإجهاد أو الولادة المبكرة. خفض مستويات السكر بالدم. تتسبب الحلبة في زيادة إنتاج الأنسولين بالجسم، مما يتسبب في خفض مستوى السكر بالدم، مما يتسبب في ضرر كبير للأم والجنين. تشوهات الجنين. قد يتسبب تناول الحلبة في مشاكل صحية للجنين تصل إلى تشوهات الجنين، وينتج ذلك نتيجة زيادة تقلصات الرحم وهو في مرحلة التكوين، ممنوعة لأصحاب الحساسية. تصنف الحلبة بأنها نوع من أنواع البقوليات، لذلك قد يتحسس منها أصحاب حساسية البقوليات، فقد تتسبب في ضيق تنفس أو تحسس جلدي قوي مثل احمرار الجلد والحكة أو الإصابة بتورم الوجه. ظهور الروائح الكريهة. تتسبب الحلبة في ظهور روائح كريهة تشبه شراب القيقب أو الإسفندان، ومن المعروف أيضا أن الحلبة تتسبب في ظهور رائحة كريهة في البول والعرق، تؤدي إلى الحموضة. تزيد الحلبة من حرقان المعدة والشعور بالحموضة للحامل، لذا وجب تجنبها، خاصة إن كانت المرأة لديها مشاكل بالمعدة،
متى تظهر علامات الإجهاض بعد تناول الحلبة؟ ليس من الضروري أن تتسبب الحلبة في إجهاض الجنين، فكما ذكرنا سابقا قد تتسبب في عدة مشاكل صحية تهدد صحة واستقرار الحمل، وقد تتسبب في مشاكل صحية للجنين دون حدوث إجهاض، لكن في بعض الحالات الصحية قد يصفها الطبيب للمساعدة على الإجهاض في حال كان لابد من إجهاض الجنين، وأيضا في بعض الحالات الأخرى للولادة الطبيعية يصفها الطبيب في نهاية الحمل للمساعدة على الولادة. تتسبب الحلبة في الإجهاض حيث إنها تعمل على زيادة انقباضات الرحم، مما يتسبب في فتح عنق الرحم، ولذلك يجمع جميع الأطباء على منع تناول الحلبة في الثلث الأول من الحمل لتجنب الإجهاض. لكن رغم كل ما سبق إلا أنه يصعب تحديد ميعاد لبدء الإجهاض بعد تناول الحلبة، فلكل حالة ظروف تختلف عن الأخرى، ولكن هناك عدة تجارب شخصية لسيدات بعد تناول الحلبة أثناء الحمل من أجل حدوث الإجهاض، فكانت النتيجة القليلات شعرنا بأعراض الإجهاض بعد عدة ساعات فقط من تناول الحلبة. بعض الأخريات شعرنا بالأعراض ثاني يوم من تناول الحلبة، لكن يجب الأخذ في الاعتبار اختلاف استجابات الجسد من حامل لأخرى، وكذلك تتأثر النتيجة بالكمية المتناولة من الحلبة. فوائد الحلبة: على الرغم من كل الأضرار السابق ذكرها للحلبة، إلا أنها محببة لدى الجميع لما لها من فوائد عديدة نذكر منها. تعمل الحلبة على تخفيف أعراض عثر الطمث، فهي من المشروبات التي ينصح بها الأطباء أثناء مرحلة الطمث، تعتبر من المشروبات المهمة لمرضى السكري لما لها من فائدة في تنظيم وضبط مستوى السكري بالدم لمرضى السكري. تعتبر الحلبة منشط جنسي طبيعي للرجال، فهي تعمل على تحفيز هرمون التستوستيرون، مما يزيد من الرغبة الجنسية. تعمل على خفض الشهية. تعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، وهناك العديد من الأبحاث حول دراسة تلك النقطة. تعالج السعال. تساعد على علاج ضيق التنفس. تعمل على تهدئة الأعصاب. غنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان. مقدار العناصر الغذائية في الحلبة: تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية، فتلك الحبوب الصغيرة تعتبر كنز في كل منزل، حيث تحتوي المعلقة الكبيرة الواحدة على 35 من السعرات الحرارية فقط، وأيضا تحتوي على كل تلك العناصر 3 غرام من الألياف، 3 غرام من البروتين، 6 غرام من الكربوهيدرات، 1 غرام من الدهون فقط، نسبة 20% حديد من الاحتياجات اليومية، 5% من الاحتياجات اليومية للمغنيسيوم، قيمة 7% لاحتياجات الجسم اليومية من المنغنيز. التداخلات الدوائية مع الحلبة: قد تتداخل الحلبة مع بعض الأدوية وتتسبب في مشاكل صحة لمتناولها بوجه عام، فمن تلك الأدوية أدوية السكري. تناول الحلبة مع أدوية علاج السكري قد يتسبب في حدوث هبوط لسكر الدم، لذلك يرجى الحظر قبل تناولها، وإن لزم الأمر فاستشير الطبيب. أدوية السيولة: تساعد الحلبة على زيادة سيولة الدم، مما قد يؤدي إلى نزيف في حالة تناولها مع أدوية التي تساعد على السيولة. بعض المشروبات المنوعة في الحمل: استكمالا لهل الحلبة تسقط الجنين أم لا، فما هي المشروبات الأخرى التي قد تضر الحمل؟ فهناك بعض المشروبات التي قد تتسبب في مشاكل صحية للأم والجنين، وينصح الأطباء بعدم تناولها أثناء الحمل، مثل الألبان غير المبسترة، أي مادة غذائية تحتوي على مواد حافظة مثل بعض العصائر المعلبة، الكحول والتدخين، الأعشاب المنشطة للرحم مثل القرفة والنعناع والحلبة. وتلك الأعشاب يؤكد الطبيب على تجنبها في الشهور الأولى للحمل: الكاكاو والشاي والقهوة والكافيين
ولكن يسمح بتناول تلك المشروبات في الكثير من الحالات بشكل معتدل وبجرعة محددة، ككوب أو كوبين فقط أثناء اليوم، أي ما لا يزيد عن 200 جرام خلال اليوم. المشروبات الغازية، إذن فقد أجبنا على هل الحلبة تسقط الجنين، وننصحك سيدتي الحاملة إن كنت ممن يحبون تناول الحلبة كأعشاب أو كمشروب فاتبعي ما زودناك به من معلومات. وشكرا لكم على المتابعة.